السلام عليكم أعزائي المشاهدين. معنا الآن نقف عند نبأ جاءنا الآن خبر اعتقال أحد أعضاء مؤسسي حركة رشاد وهو الدكتور مراد هينا. سمعنا الخبر الآن، نود أن نقف عند حيثيات هذا الخبر. ينضم إلي مباشرة الأستاذ محمد العربي زيتوت وهو أحد أعضاء مؤسسي حركة رشاد. أستاذ محمد العربي زيتوت، هل تسمعني؟ نعم سامعك ورحمة الله. أسمعك الأخ محمد العربي زيتوت. سمعنا وجاءنا نبأ اعتقال الدكتور مراد هنا في باريس في العاصمة الفرنسية. نود أن نقف عند أحداث هذا الاعتقال. كيف اعتقل الدكتور مراد هنا؟ متى اعتقل الدكتور مراد هنا؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. تم اعتقال الدكتور مراد هذا الظهر بالضبط في حدود الساعة 12:30، وكان الاعتقال في مطار أورلي بباريس. جاء الاعتقال من طرف البوليس الفرنسي الذين أخبروه بأنهم يقومون بهذا الاعتقال بطلب من ما يسمى بالحكومة الجزائرية، أي العصابة الحاكمة في الجزائر. يعني أستاذ، يعني هم تركوه، يعني دخل إلى باريس وبعد ذلك نفذوا هذا الاعتقال، يعني عندما أراد الخروج من باريس أو ماذا؟ مراد أخونا مراد وصل إلى باريس قبل يومين ليشارك في أحد لقاءات المجلس التنفيذي لحركة رشاد الذي عقد بباريس، وهذه لقاءات دورية نعقدها في أماكن متعددة وفي مدن متعددة. كما تعلم الحركة تنشط الآن في الداخل وفي الخارج وتحاول أن تستجمع قواها لتشارك في تحرير الجزائر من هذه الجماعة الحاكمة. إذا هو وصل إلى باريس قبل يومين واعتقل وهو يغادرها في اتجاه جنيف حيث يقيم. كما تعلم الدكتور مراد يقيم في جنيف منذ حوالي 20 سنة، وهو مع رفقة أسرته المتكونة من 6 أطفال وزوجة. جيد أستاذ العربي، يعني ما هي خلفيات بالضبط خلفيات هذا الاعتقال؟ الجماعة الحاكمة في الجزائر تضطهد الشرفاء والأحرار في كل مكان سواء في الداخل أو في الخارج، وأخونا مراد حكموا عليه قبل عدة سنوات حكم عدة أحكام بما فيها حكم بالإعدام، بالرغم أنه غادر الجزائر منذ 91 حتى قبل الانقلاب، ومع ذلك استطاعوا أن يكذبوا كما تعودوا وقالوا واتهموا بمجموعة من الاتهامات، وأصدروا أوامرهم للقضاة التابعين إليه وهم يحكموا عليه فيها بالإحكام. ومنذ ذلك الوقت وهم يطاردون ويطاردون في كل مكان. ظل ل19 عام بدون وثائق ولا يستطيع أن يتحرك منذ 17 عام بالضبط، منذ 93. جيد. يعني كان في المقيم في سويسرا ولم يكن لديه وثائق وللعمل ولا للحركه ولا لاي شيء، ولكن مؤخرا وبعد فتره طويله من الاقامه في سويسرا تحصل على وثائق اقامه مما سمح له بان يستطيع ان يتحرك ضمن الفضاء الاوروبي. وبمجرد ان تحرك وبمجرد دخوله بالرغم انه دخل مرتين او ثلاثه من قبل باريس، ولكن هذا الاعتقاد يأتي مباشرة بعد حادثين. الحادث الأول هو ذهاب دمسي إلى فرنسا وخضوعه لاستجواب من طرف البرلمانيين الفرنسيين بطريقة مذلة كما شاهدها الجزائريين والعالم أجمع. والأمر الثاني أو الحادث الثاني بعد أن تظاهرت حركة رشاد ومع أحرار وأشراف جزائريين ضد العصابة الحاكمة في باريس، ضد خضوعها لفرنسا، ضد لتعذيبها للجزائريين، ضد كل شيء، كل ما تقوم به من اعمال، تظاهرنا قبل بضعه ايام، وهم اذا عندما ذهبنا الى باريس يشعرون بان التهديد وصلهم، بحيث يعتبرون كما تعلم فرنسا وباريس خاصه هي جنه من جناتهم، وبالتالي يفعلون الان كل شيء من هذا ان يضطهدوا اعضاء حركه رشاد وفريق حركه رشاد في الحقيقه. جيد استاذ العربي، نحن كما نعلم سمعنا مؤخرا ان السلطات الفرنسية، يعني فرنسا تدعم خيار الثورات العربية الى غير ذلك، والان تستجيب لطلب سلطات الجزائر باعتقال الدكتور مراد هنا، كيف تفسر ذلك يعني؟ فرنسا تتظاهر وليس تدعم، تتظاهر بانها تدعم الثورات العربية، لكن في واقع الامر الثورات العربية فرضت نفسها فرضا
فرنسا وبعض القوى الغربية أن تبدو أنها مع هذه الثورات حتى تستطيع أن تحقق مآرب أخرى كما ظلت تحققها في زمن الاستبداد اللي دام في المنطقة العربية ولا يزال ما يزيد عن 50 عام. إذا فرنسا في واقع الأمر بالنسبة لها الجزائر خاصة تستطيع فرنسا أن تتخلى على جزء من فرنسا، تستطيع أن تتخلى على إقليم من فرنسا، ولكنها لا تستطيع أن تتخلى على الفلسطين المفقود وهي الجزائر. بالنسبة لها كل ما تستطيع من أجل أن تبقى الجزائر في يد مجموعة تابعة لها فكريا ذهنيا عقليا بكل ما تعنيه الكلمة. فرنسا في الحقيقة شريك في النظام الجزائري في تعسفه في استبداده في هي اللي دعمته في الانقلاب سنة 92 والآن في دلائل زايدة على ذلك، وهي التي تدعمه طيلة 20 سنة ولا زالت تدعمه، وبالتالي تقوم بهذا الاعتقاد، ونحن الذي نمدد به بشدة ونطالبها بأن تطلق سراح الدكتور مراد دعينا، لأنه من غير المعقول أن يعتقل الأحرار والأشراف وفي نفس الوقت كبار المسلمين يتسكعون في باريس ويأكلون في باريس وينامون في باريس. من غير المعقول أنها هي تدعو إلى حقوق الإنسان وأنها بلد حريات وحق الإنسان وتعتقد من يدافع عن حقوق الإنسان، بينما تتعامل مع من يقمع الإنسان في كل مكان وخاصة في الجزائر. جيد الأخ العربي زيتوت، يعني ما تقييمك للقضاء الفرنسي؟ واقع الأمر القضاء الفرنسي لا يمكن أن نقول عليه أنه مثل القضاء البريطاني مثلا في استقلاليته أو مثل القضاء المصري مثلا في استقلاليته، ولكن يبقى أنه ليس بقضاء الجزائري، ليس مثل القضاء الجزائري أو القضاء السعودي أو هذه الأنواع من القضاء. إذن نتمنى أن يكون في الأمر، نحن لا نعتقد أن القضية تتعلق بالقضاء، هذه قضية سياسية، دعنا نؤكد على ذلك ونشدد عليه. ليس هناك قضية قضائية أو قانونية، ليس هناك مشكل قانوني مع فرنسا، لم يرتكب أخونا مراد أي جنحة أو جريمة ضد فرنسا أو غير فرنسا ولا حتى ضد أي طرف آخر، وإنما جريمته هو أن يدعو للحرية، أن يدعو للتحرر، أن يدعو للكرامة للجزائر والجزائريين. هذه جريمة الدكتور مراد وجريمة إخوانه وكثيرين في الحقيقة، هناك من هم معتقلين سواء داخل الجزائر أو خارجها، أو من هو مضيق عليهم داخل الجزائر أو خارجها. يعني ليس هناك ملف قضائي مؤسس؟ أبداً أبداً، هناك مجموعة من الأكاذيب ومن التخريفات التي صنعتها المخابرات الجزائرية وشكلت منها ملف لاتهام أخونا الدكتور مراد، مثل ما هو متهم أخونا المحامي رشيد مثلي ومثل ما هو متهمين آخرين. كل ما هناك كل من يعارض ولا ليس في قبة النظام، كل من يعارض هؤلاء معارضة راديكالية جوهرية مبدئية وينادي بسقوط النظام والعصابة، حتى نكون دقيقين، بسقوط الفوضى السائدة في الجزائر التي تحكم الجزائر بالحديد والنار، كل ما هناك يتم اضطهاده بشكل أو بآخر، وفي كثير من الأحيان يتم تجميع مجموعة من الأوراق وإصدار قضاء وإصدار قرارات ما يسمى بالقضاء، وهي قرارات تليفون صادرة عن مراكز المخابرات الدائرة. يعني الأخ العربي زيتوت، يعني ألا تعتبر أن اعتقال دكتور مراد دهينة خير دليل يثبت مصداقية نشاط حركتكم؟ هذا بكل تأكيد، يعني حركة رشيد أصبحت تزعجهم وبشدة، لأنها تتحرك وفق مبادئ الشعب الجزائري، وفق قناعات الشعب الجزائري، وفق مصالح الشعب الجزائري، وتعارض كل من يقمع الجزائريين، تعارض القوى التي تستبيح ثروات الجزائر بما فيها فرنسا، تعارض الجماعات المافياوية التي تذهب الجزائر بملايين الدولارات سواء قادرة في الجزائر أو خارج الجزائر. حركة رشاد تدعو إلى قيام حكم راشد على جل دولة الحق والقانون، دولة لا يقصى منها أحد ولا يظلم فيها أحد، دولة للجزائر والجزائريين وليس لفرنسا ولبقايا القوى. الجزائر يجب أن تكون مستقلة كما قاتل من أجل الشهداء، نحن نحمل مشعل الشهداء، وكما قاتل آباؤنا من قبل من أجل تحرير الجزائر، نحن نتعلم اليوم بفرق سلمية من أجل أن تعود العالم.
سؤال أخير أخ محمد العربي، هل ستقدم حركة رشاد على خطوات قادمة بخصوص الدكتور مراد هنا؟ لن نترك مجال قانوني وسلمي إلا واتخذنا، فنتخذ كافة خطوات وخاصة بكشف من يتعاون مع العصابة الحاكمة من أجل استمرار في استعباد واستبداد بالجزائر واستعباد الجزائري. لن نسكت حتى ولو قطعنا ولو سجننا ولو قتلنا. وأنا أعرف دكتور مراد هو يسعد بأن يموت من أجل الجزائر، ليس فقط أن يعتقل. إذا سنجتهد وسنمضي قدما مهما كانت الصعوبات مع الأحرار من أبناء الجزائر في كل مكان، نساء ورجالا من كل التوجهات السياسية الحقيقية الشريفة، من أجل تحرير بلادنا من العصابات الحاكمة. شكرا لك أستاذ محمد العربي زيتوت على هذه على هذا الإيضاح. سمعنا بعض التفاصيل حول اعتقال الدكتور مراد هنا، ابقوا معنا سنوفيكم بالمستجدات بخصوص هذا الاعتقال في الأيام القادمة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.